أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان الصديقة، وحرص مملكة البحرين على تعزيز وتوثيق هذه العلاقات لكل ما فيه خير وصالح الشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الصفري هذا اليوم لمعالي السيد مختار تيليو برادي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان بمناسبة زيارته للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، وأخلص تمنياته لمملكة البحرين بدوام التقدم والتطور، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته الطيبة لفخامته ولشعب كازاخستان الصديق بالمزيد من الرقي والازدهار. رحب جلالة الملك المعظم بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكازاخستاني الزائر، واستعرض معه سبل دعم وتنمية علاقات الصداقة وتعزيز أوجه التعاون في المجالات كافة، منوها جلالته بمثل هذه الزيارات التي تعكس الحرص المتبادل على تطوير العمل المشترك والتطلع إلى آفاق أرحب من التعاون الثنائي. من جهته أعرب نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومثمنا دعم جلالته لتعزيز العلاقات المشتركة.